أسبي الله ونعم الوكيل. سقوط قذائف على أحياء حمص القديمة. أسبي الله ونعم الوكيل. حي الحمدية. واستيعاب كبير أحد المطاعم الأثرية. أسبي الله ونعم الوكيل. الجانب الكنيسي. الله أكبر. الله أكبر. تعال كبير في أحياء حمص القديمة جراء القصف 14/6/2013. حسبنا الله ونعم الوكيل. أحد مطاعم الأثرية وبجانبه كنيسة كنائس. قصف لا يتوقف أحياء حمص المحاصرة. حسبنا الله ونعم الوكيل.